حضرت لكم كويز دربي بداية الكويز. الكويز نبدا معاك انت سامي، شكون افضل لاعب باش يكون في الدربي غدوة؟ ما غير برشا تخمام، اعطيني اسم واحد كل واحد منكم. اذا كان لعب البدري والا بالرمضان خالد. وسام يحيى. خالد افضل لاعب في تاريخ الدربي. حمدي البوياري. سام. قدم 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 افضل لاعب في تاريخ الدربي. نقول العايد الحمروني. شكون افضل لاعب اجنبي يلعب في الدربي؟ مالي تولي. خالد. فوديل مغاري. سمعتكش. فوديل مغاري. فوديل مغاري. باه. خالد لاعب شاب تشوفوا من زوج جمعيات نجم ينجح في اوروبا. النادي الافريقي توا. كيما تحب من زوز. قرب. سامي. بالرمضان اذا كان يكمل بالريتم هذا، يعني يكمل ريتم عالي شوي، يزيد يحسن شوي. فما ملاعب توا في الدربي عندك به علاقه خاصه تكلموا تحكيوا شويه تنصحوا؟ لا ما ندخلش في اللعب. خالد. ماشي لوتيل باش نحب نحكي مع الاولاد ان شاء الله. الكل. الكل باش نحكي معاهم الكل، خاطر توا جات لي مومون، لازم الناس الكل تثق في النادي الافريقي وتثق في الجمعيات. شكون المدرب خالد يعرف يتعامل مع الدربيات؟ اندري ناجي. سامي. مدرب. اي. يمكن لعبت معاه برشا ويوسف الزواوي معناتها. قداش اكبر بريم خذيته في الدربي؟ بريم كان فيكس 500 دينار جو كرو، يوصلوا احنا في البروغاسيون تاعنا دوزيام ماتش سكسيسيف تروازيام يوصل بريم 2000، يوصل 2100 اذا كان عملت 5 ماتش سكسيسيف ربح. في الدربي نحكي على الدربي كهو. ينجم يجيك في 5 ماتش. اوكي. ينجم تاخذ البريم. انا قبل ناخذ اكثر منكم. فما دربي، فما ماتش كوب ربحناه مره 3-1 لقينا في بريس كل واحد لازم لينا ونص معناها في ال 84 بريم فيكس احنا 500 متر. اما ماتش دربي قعد في بالك ما تنساهش اكيد. واضحه الاجابه، واضحه الاجابه. 5-5-5-8. سامي. بونتو ماركيتو ابو بكر الزيتوني كان ضغط كبير برشا وربحنا الكلوب افريكانا زيرو. بالسؤال نتاعي الجاي الهدف ما تنساهش هذاك هو ابو بكر الزيتوني. هدف بونتو يقعد في بالك في الدربي ما تنساهش. البونتو الثاني تشكري الواعر وقتها اشتحنا بسامي جريدي في اللالي. يا اخي جاوني وقت السيبورتيرات الكلوب للوتيل قالوا لي بجا ربي كي تماركي يمشي اشتحلهم بعض الجرادان تاعهم. يا اخي ماركيت الثاني وقتها فهرب لطفي الرويسي عملها يا اخي، دخلت انا ماركيتها لشكري وقتها ومشيت نشتحلهم ضربوني بيدون. بونتو مزيان خالد ماركيتو في الدربي نتاع الكاترا دو بلونجون بالراس. سامي. بونتو الثاني عمروش هزيتها بالراس بعمروش وبين ساقين عادل همامي دريبل بالراس. بونتو تمنيت لو كان انت سجلته في الدربي. بونتو زعلني انا كنت وراها ما كنت النجم من الزكوره، لكن بونتو غالي برشا يعني 60000 في رد. خالد. كفرون تاع طارق غياب ماركها لنا في الفينال من بعيد. السؤال اللي بعده اقوى جمهور في الدربي، اكيد واضحه اجابه كل واحد شكون شنو باش يقول، لكن انت خالد باش تقول الكلوب. علاش الكلوب؟ يا ودي الكلوب غير عادي، جمهور غير عادي. مالغري ترى لي ريزلتا واحد والعباد تمشي للستار، انت ما عندكش فكره كي تبدا تلعب في سور تيران وتماركي بونتو وتحسك الصيحه نتاع الجالوري هي الكلوب. علاش قلت لك تو الكلوب حتى في الامور كان فما حاجه نسيناها قبيله، الكلوب تلعب ناقصه واحد تو. تلعب الكلوب ناقصه واحد، ناقصه راه ما عندكش فكره راهو يدز ساعات الجمهور يدخلها الكوره دز دز. سام. علاش ليسبيرونس؟ وراو كلاب خالد صحيح شوي يقول لك جمهور الكلوب غير عادي بالرسمي، هو عاش برشا مآسي وقعد برشا يحب جمعيته ويدز معاه، وانا عشت برشا ديما احنا نروح ونلقاه حتى قاعد في القرادام مازال يستنى خاطر يبدا خاسرين برشا. جمهور ليسبيرونس شيخ كوره، شيخ كوره ما نجمش نعرف قوته في الخساير، اما قعد في الجينيراسيون تاعي انا الكل ديما عنده الربح يعني شيخ عامل جو. لا مش شيخك لي شيخ خاطر عارفهم عامل جو ديما رابح.